مشكلة مفتوحة لم تعالج كجراحهم العميقة. هكذا باتت قضية جرحى تعز، حيث لا مؤشرات جادة لحلها ولا معالجات حقيقية توقف معاناة الجرحى المستمرة منذ 5 سنوات. هنا أقام الجرحى وقفة احتجاجية، قطعوا خلالها عددا من الشوارع الرئيسية وسط المدينة، وأغلقوا المقر المؤقت لديوان عام المحافظة في شارع جمال. يقول الجرحى إن الإهمال وعدم المبالاة من قبل السلطة المحلية والجهات المسؤولة في المحافظة أسهم في مضاعفة المشكلة عليهم، حيث يستمر تجاهلهم وخذلانهم. إحنا جرحى تعز، والكل معروف إن إحنا جرحى تعز لنا 5 سنين نطالب من السلطة المحلية ومن القيادة الشرعية ومن المحور، ولا نجد حلول جذرية. إحنا نحمل اليوم السلطة المحلية وقيادة المحور تعز بخروجنا إلى الشارع، وهذا مش أول خروج، هذا أول خروج عدة خروج. الجرحى طالبوا في وقفتهم أيضاً بسرعة صرف مستحقاتهم وإعطاء ملفهم الأهمية الكاملة وعدم إصدار الوعود والمعالجات التي لا تحل المشكلة بشكل جذري. المحافظ نبيل شمسان وكتحرك لمعالجة ملف الجرحى وجه مؤخراً بصرف مبلغ 300 مليون ريال لحساب الجرحى بشكل عاجل، غير أن الجرحى اعتبروا ذلك حلاً غير كاف لمعالجة أوضاعهم المعقدة. عودة للاحتجاجات والغضب في تعز، المحافظة التي تتراكم فيها الأوجاع كل يوم جراء القصف والحصار وتردي الأوضاع الخدمية.